تحركات عسكرية غير مسبوقة، إعلان للطوارئ واستدعاء لقوات الاحتياط. إسرائيل وبحسب تقارير صحفية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تنفيذ هجوم بري واسع النطاق على لبنان، لكن ما هدف تل أبيب من اجتياح كهذا؟ الخطط الإسرائيلية كشفت عنها مجلة ذا إيكونومست البريطانية، مؤكدة أن تل أبيب استغرقت وقتاً في دراستها. ومن بين الأهداف المنشودة بحسب المجلة إقامة منطقة عازلة تمتد لبضعة أميال على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، إضافة إلى القضاء على التهديدات العسكرية لحزب الله وتدمير البنية التحتية العسكرية له، ومنها مخابئ الأسلحة والأنفاق لإحكام السيطرة الأمنية وتأمين المناطق الحدودية وضمان عدم استخدام الأراضي المحيطة كمنطلق للهجمات المستقبلية. أما الهدف الأخير بحسب مراقبين فهو إرسال رسالة سياسية قوية للخصوم بأن إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات عسكرية واسعة إذا لزم الأمر. بحسب ذا إيكونومست فإن خطط الاجتياح البري جاهزة بالفعل، لكن لم يكن لدى إسرائيل ما يكفي من القوات لتنفيذها، وهو ما دفعها مؤخراً لإعلان التعبئة العامة واستدعاء قوات الاحتياط. ومع ذلك لا تلقى تلك الخطط إجماعاً من الجنرالات في إسرائيل، فبعضهم وعلى رأسهم يواف غالانت أكثر حذراً تجاه تنفيذها ولديهم تحفظات عليها. فمعسكر غالانت يفضل استراتيجية التصعيد التدريجي والتي تهدف إلى منح حزب الله فرصة لإعادة النظر في قراراته والتراجع قبل انتهاء الحرب في غزة. ما رأيكم؟ هل تتجه إسرائيل لاجتياح بري في لبنان؟